احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هل الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال ايضا في نوم النهار؟ لا انما وردت في نوم الليل ولكن يذكر الله في النهار ولا يفتر من ذكر الله في الليل والنهار اذا تيسر له ذلك واما الورد فهو انما يكون في الصباح وفي المساء وعند النوم في الصباح وفي المساء وعند النوم نعم